أهلا حكيم، أهلا فهيم، وش من صاقعة جايبتها اليوم؟ ما سمعتش بالتصفيح؟ تصفيح؟ اي نعرف، صفحة يصفح تصفيح، دي سيارة مقاومة للألغاء، ليش بينا داخلين على حرب؟ تفيق يا شفيق، مش هذا التصفيح. مالش نوع التصفيح؟ التصفيح هو انه مرا كبيرة من العيلة ولا من الحومة تشد بنية صغيرة قبل سن البلوغ تجرحها 7 مرات على ركبتها اليسار، وتشد 7 كعبات تمر ولا زبيب مش مشكل، تغمسهم في الدم هذاك وتوكلهم وتقول الطلاسم ظومة، انا حيت ولد الناس خيت، وهكا البنية تحافظ على عذريتها لين تعرس. علي حرام عليكم، عليه مليك تعقدوا فيها في صغرتها، تعرف هذا يتسمى عنف نفسي وعنف جسدي، تعدي على حرمة الجسد، شكون اللي قالك هالكلام؟ التليفون العربي يا بابا، أما تليفون عربي في الشارع في السوق ولا في الحارة، في الدار في الحومة وعند الجارة في الحمام والحجام، التليفون العربي ديما خدام. ما نسمع التليفون الصحيح ورد بالك لطيح. أهلا حكيم. أهلا دكتور، بجاه ربي تاني نسألك، شنو هي العلاقة ما بين التصفيح والمحافظة على العذرية؟ تحب نخرجك من التليفون؟ راكم مثقفين ومتعلمين، تصدقوا في الأخبار الزائفة؟ فما حتى علاقة ما بين التصفيح والمحافظة على العذرية، أتو أنا بعث لك دوكيمون أقراه وزيد ثقف روحك. تليفوني العربي طلع مضروب وموره تعبة واخباره الكل على الحيط. كان جا التصفيح صحيح، علاش لبناتك اهو؟ تو عرفتك فاش تثبتوا في المعلومات، سهل ياسر، اسال المختص. تليفون العربي والتصفيح على الحيط. فاهم حكيم ديما متفاهم، وهو محتاج رقم الاخبار المغلوطه تنجينا للدار.